نعمت راحت واجوا اخذوني من البيت. نحن هلا عند مهند قاعدين عم ناكل. طيب ما حكوا لك وين كانوا كل هالوقت؟ لا جميلة ما حكوا لي بالتفصيل، بس قال سمرة وفرحات ورا كل اللي صار. ظاهر هدول الجماعة بدهم يجننوا لمهند عن طريق اخوه مؤيد. ماشي زينب، انا هلا جاي لعندكم بس لألبس. عم نستناكي. خمس دقايق وبجي. يلا باي. لوين رايحة؟ عبيت مهند. حاجتك بقى جميلة، لا تخليني عصب، ما في روحة ولا على محل، فهمتي؟ امي شو صار لك فجأة؟ ما رح خليك تروحي على محل، نحنا شو في قلنا هنيك؟ سألت زينب عن اللي صار، طلعوا مو حاكين لشي، بدي روح عارف شو القصة ماما. ما في طلعة، بكرة بتعرفي، صارت الدنيا نسليل، شو في داعي لروحتك هلا؟ امي انا ولا كلمة، ما في روحة وبس. ولا لتكوني انت اللي بدك تحلي لهم مشاكلهم؟ زينب عندهم بتكفي. حاجتك بقى راكده ورا هون، وما عندك شغله وعمله غيرهم هني. اصحي على حالك شبك جميله. انا عم احكي هيك مشانك، بكره سامي بيك بفهم تصرفاتك غلط، بجوز يفكر قاتلي حالك على ابنه مؤيد، وانه لسه عندك امل ترجعي له مره تانية. هدول تفكيرهم هيك حبيبتي، مو كل العالم نيتها طيبه مثلك يا روحي. ما بيعرفوا انك عم تتصرفي ببراءه معهم، ما فينا نروح ونفهمهم كمان. جميلة أنا ما بهون علي حدا يستغلك أو يزعلك، بترجاك فهمي علي. ماشي حفوت نام، تصبحي على خير. تلاقي الخير. والله العظيم أنا بحياتي ما دقت أطيب من هالأكل. بتعرف من الصبح ما حطيت ولا لقمة بتمي لحتى ناكل عشرف بيت سنانير. قول صحة وهنا وعافية، لا تخلي شي، بس أرحام معدتك. والله مساكين تفاجأوا كتير، ما كانوا حاسبين هيك حساب. إن شاء الله بيصير فيهم أكتر. شفت المرة كيف حكت معي؟ وين ما بتروح بتساوي مشاكل، وهي عملت له مشكلة لأخوك مؤيد. تك 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 حاجة بقى عرفتنا. هلأ زينب بتبطل تاكل بتقوم عن السفرة. لك لحق حالك قبل ما خلصون. ليش حضرتك خليت منهم شي؟ شو عم يقول؟ عم يقول لي الله لا يشبعك بدك تاكلهم كلهم. والله انتو كتير غريبين، كيف عم تفهموا على بعضكم هيك؟ ديكي وهي رح تكون مشان نهى سنانير. غليظ. وهي رح اكلها مشان الغبي بدر. وانا رح اكل هي مشان الاميره بانا. بس ما انا نحيفه، هي كثير سمينه من تحت. مرحبا خاله هندا. عند خانم مطعم خمس نجوم ما بيطبخ الاكل كله. خالته هندا لا تواخذينا، بس نحن هلا متوترة أعصابنا كتير، لهيك قررنا نفش خلقنا بالأكل وقضينا عليهم. يعني وضعنا هلا مثل ما الواحد لما بيكون عم يحضر جنازة وبدل ما يبكي بيقعد بيضحك بصوت عالي. شو هالحكي اللي عم تقوله علي؟ عيب عليك. عفوا. وينه ابنك؟ ما اجا؟ أخوك نايم بالسجن، بكرة بدهم يعرضوه على المحكمة. خليهم يقدموه. كلنا متضايقين كتير، ومهند كمان زعلان. واضح من الضحك اللي عم يضحكوا، بدل ما يروح يخلصوا لأخوه. لسه هلأ إجا دور على سمرة لحتى ياخدها على المغفر، بس ما لقاها. لو بده بيلاقيها، بس هو مبسوط بهالحالة مشان ينتقم من أخوه. انسجن 4 سنين مشان مؤيد، بس عالطالعة والنازلة بيزلوا بهالشي. خليه ينبسط هلأ، دمر مستقبل أخوه. حاسبة هالحساب ومتوقع رح يساوي، واللي كنت خايفة منه صار. يعني تهمة مؤيد مظبوطة؟
يلي عمل الحادث هو فعلا مؤيد؟ تصبحي على خير. كل يوم عم أعرف شي جديد عنك مهند. عم أتعرف على وش تاني إلك، وعم شوف قدي جواتك حلو. بس يا زينب، أموري كلها مزابطة. كنت تقلي إنك متلوت بالوسخ. بس ما شفت حدا أنظف منك. زينب، أنت عم بتبالغي كتير. عم أحكي جد. ما في شخص بيضحي هيك تضحية مشان أي حدا. يعني أنت كيف عملت هيك؟ مو بسهولة بيقدر الواحد ياخد هيك قرار. زينب، مو حابب أحكي بهالقصة، وأساساً هاي القصة كتير طويلة زينب، ما بتنحكى على الواقف بلاها هلا. وكمان أنت مو ناقصك وجع راس. من وين بدي جيب لك دواء هلا؟ الصيدلية مسكرة. وأنت مزعوج قادر تمزح؟ حاسة إنك شخص كتير صعب، واكتشافك بده وقت طويل. لكن لهيك اللي بيتعرف عليه بيندم. بس أنا ماني ندمانة، ومستحيل إني أندم أبدا، لأني بحبك. تأخرت كثير زينب. روحي. زينب؟ مرحبا بابا. على أساس ما كنتي بدك ترجعي بعد عرض الأزياء، قلتي لي حاجزين بالفندق. غيرت رأيي وقررت أرجع على البيت. منيح. مرحبا حسين بيك. هلأ بتبردي، فوتي. تصبح على خير. وانت بخير زينب. تصبح على خير حسين بيك. وانت بخير.